ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. خسر حزب العدالة والتنمية حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الانتخابات المحلية في العاصمة أنقرة وفي مدينة أزمير في أقوى ضربة يتعرض لها الحزب على مدار 16 عاما. كما تتقدم المعارضة في انتخابات رئيس بلدية إسطنبول أكبر مدن البلاد كما تقول مفوضية الانتخابات. وقال بن علي يلدريم مرشح حزب العدالة والتنمية في انتخابات رئيس بلدية إسطنبول إن منافسه الرئيسي في المعارضة متقدم بنحو 25 ألف صوت، ولكنه أضاف إن التصويت ما زال مستمرا. وفي البلاد بصورة عامة فاز تحالف حزب العدالة والتنمية بأكثر من 51% من أصوات الناخبين في الانتخابات التي ينظر إليها على أنها تصويت على حكم أردوغان وسط وقت تعاني فيه البلاد من كساد اقتصادي. وفقدت الليرة التركية قدرا كبيرا من قيمتها ودخل الاقتصاد حالة كساد في الشهور الثلاثة الأخيرة منذ عام 2018. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.